آسف أستاذ، قوة قعدت من النوم. طبعا من الشرب شربت البارح، دير بالك تعيدها بعد. أعتذر مرة الأخ، أنا فقدت أعصابي على موت فريدة. فريدة كانت صديقتي من أنا وصغير، وكانت وياي بالكلية وكلش متواضعة. كان صوتها ما يطلع، كنت أحبها وصارحتها. قالت لي أنت مثل أخوي، لأن أنت هم يعني يتيم مثلي. يجي هذا جمال ياخذها من عندي لأن عنده فلوس. شوف سيدي، المال عبد جيد، بس بنفس الوقت سيد سيء مع الأسف. لما تريد تكون سيد على المال لازم أول شيء يستعبدك. ليش الدنيا؟ هاك اللي بين جيبك. شنو هاي؟ شوف دش المرة؟ ياهي روح أدبها وأعطيك فلوس؟ أدبها ومن تخلص هاي المهمة أوعدك إلك عندي بقتل. اسمع سلام، من تخلص المهمة بس على كيفك فيها، ها؟ وتفايلر. يلا بالتوفيق.